بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنبدأ بعض دورة جديدة في برنامج أوتوديسك سيفل 3D، هنسميها المرجع التعليمي العربي لبرنامج أوتوديسك سيفل 3D، إعداد مهندس أيمن محمد أنديل. طبعا دي مشاركة بسيطة في بحر المشاركات اللي شارك بها معظم الأساتذة، على رأسهم الأستاذ فواز العنسي والأستاذ أشرف منيب وغيرهم من الزملاء الأفاضل. دي محاولة بسيطة لتقديم المساعدة لإخواننا المهندسين. في البداية ناخد الدرس الأول، هو فتح مشروع جديد، ازاي بنفتح مشروع جديد في برنامج سيفل ونتعامل معاه. هيبقى دايما مصاحبنا الملف البي دي اف الخاص بتسلسل الدورة اللي هو من إعدادي، والملف ده هيبقى بجوار شرح الفيديو. دخلنا على سطح المكتب، هنختار أيقونة أوتوكاد سيفل 3D، هنفتح البرنامج. تعالوا نتعرف مع بعض على الدرس الأول. بعد ما نفتح البرنامج هنختار منه Open، وهنختار تمبلت بعنوان أوتوكاد سيفل 3D متريك، الوحدات بتاعتي تبقى متريك، وأقول له Open. بعد ما بيفتح عندي الملف أقول له Open، بعد كده هقول له أيقونة سيف، هقول له سيف، وسيف الملف ده باسمه ليكون بروجيكت نمبر 1 بالشكل اللي احنا شايفينه هنا، بروجيكت نمبر 1 DWG. وميزة برنامج السيفل عن أي برنامج تاني وليكن برنامج اللان، إن كل الحاجات الملفات الخاصة بالمشروع موجودة في الملف اللي أنا حفظته ده فقط، يعني مفيش حاجة اسمها ألاينمنت، مفيش حاجة اسمها بوينت، الكلام ده الملفات دي كلها غير موجودة، ولكن موجودة جوه الملف نفسه وهو البروجيكت 1. لو دخلنا على البرنامج بتاعنا طبعا بيفتح، ده توقف على سرعة الجهاز بتاعنا. تعالوا نستعرض مع بعض الدرس التاني. الدرس التاني هو استيراد النقاط import points، ازاي نعمل import point او نستوردها في البرنامج. من قائمة insert point هذا البرنامج بتاعي بيفتح. انا بعتذر ان السرعة واضحة هي بطيئة شوية، لكن دي عشان اول مرة بنفتح فيها البرنامج فبيبقى السرعة بطيئة شوية. اتفقنا ان احنا هنقول له من ايقونة 3D هنقول له Open. طيب Open دي نستخدمها في ايه؟ لو في existing file او file موجود فعلا نختاره، وليكن project number 1 نختاره ونقول له Open. طيب عايزين الدرس الاول بتاعنا هو ازاي ننشئ ملف جديد، هقول له New، التمبلت اللي عندي هقول له اوتوكاد سيفل 3D متريك واقول له اوبن، بيفتح لي الملف بتاعي ويسميه زون نمبر 2. طيب بعد كده هقول له سيف، اول ما اقول له سيف هيفتح لي الايقونه الخاصه بتسييف الملف، هقول له ايه بروجكت 1، اوكي، واقول له سيف. كده انا خلصت الحلقه الاولى، وهي ايه ازاي ان انا افتح ملف جديد. يبقى باقي عندنا الحلقه الثانيه، وهي ازاي اعمل امبورت للبوينت.